يعني ماذا يجب أن يقول الرئيس، أو يعني ربما يقول الرئيس للمواطن العادي؟ هو شوفي، هو المواطن اولا اخطر حاجه انك تحاول تدي له امل زائف. لازم تدي له امل مبني على حقيقه، وان يكون هذا الامل مصحوبا بخطه عمل، لانه الامل لوحده من غير خطه عمل بلا اجنحه مفيش، ما يوصلش. يعني انا بقول لك جد، نموذج قناه السويس بالطريقه اللي حصل بيها، انا كنت ولا ازال معتقد انه هذا هو ما ينبغي أن يتكرر، هذا هو ما ينبغي أنه تعمليه وبيلفت نظر العالم. مش بس بديك قوة، لكن في مسألة مهمة جدا، أن تنقلي إلى العالم شعورا بأنك نعم تستطيعي، نعم تستطيعي أن تجعلي من هذا البلد شيئا، نعم تستطيعي أن تجعلي من هذا البلد سندا، نعم تستطيعي أن تجعلي من هذا المجتمع، من هذا البلد، حصن امان لك عند اللزوم. انا عايز ايه المنطقه كلها، نفسي جدا المنطقه كلها فقدت مع الاسف الشديد، فقدت جزء كبير جدا من ثقتها بالفعل المصري، بالوعد المصري، وهذا وحش قوي، سيء جدا. نفسي جدا مصر تستعيد في العالم العربي ثقتها بانها نعم تستطيع، ونعم تقدر، ونعم تقبل أن تتحمل ما تطيق أن تتحمله، وبتجرد تعمله جد. أنا شوفي إيه، إذا كنت بعمل كل حاجة بتمن فهذا أسوأ الأشياء، مرسنريز، مرتزق. أنت خدمتك لقضاياك، ويشارك فيها آخرين، يشاركك فيها آخرين في هذه القضايا، وأنت بجهدك تقودي، لأنك أنت بتقدمي الإسهام الأكبر، الإنساني الأكبر، مش المادي. بدي أسأل حاجة، توظيف قيمة هذا البلد باستمرار، قوته الحقيقية معنوية أكثر منها مادية، في حاجة في ده شريك أساسي في صنع الحضارة الإنسانية، شريك أساسي في صنع الحضارة الإسلامية، شريك أساسي في إيفن إمكانية نهضة الدول المتقدمة. إحنا كنا نموذج لدول إفريقيا.